صباح الخير يا حبة، رحب فيكم اليوم على اجتماع العبادة يوم الأحد. نشكر الرب أنه مجتمعين مع بعضنا البعض، رغم أنه جسديا نحن بعيد عن بعضنا، لكن الرب مرتب كل الأمور حتى نقدر نعبده بحرية. عطينا هالتكنولوجيا الجديدة حتى نجتمع حتى لو كنا بعيد عن بعضنا. ما في شك أنه المرض هيدا عنده كتير سيئات، أهم شيء أنه عم ينتشر وعم بدأ بناس كتيرة وعم بموت كتير أشخاص بسببه. نحن لازم نحمي حالنا من هالشيء هيدا، وكذلك نعرف أنه كتار منا قاعدين ببيوتنا، ما عنا شغل، تركنا أشغالنا لأنه ما فينا نرجع نشتغل بسبب هالمرض. وكذلك أولادنا قاعدين بالبيت بدون مدارس، ما في شك أنه في عندهم ملل، ونحن خايفين عليهم وخايفين على نفوسنا. ولاحظ أكثر وأكثر أنه الدولة عم تخوفنا لحتى تحافظ علينا، لكن ما في شك كمان بالسيئات في إيجابيات، والإيجابيات عم تعطينا فرصة أكثر أنه نقعد مع نفوسنا، مع عائلتنا، مع أولادنا، ونكون عندنا شركة أكثر وأكثر مع بعضنا البعض. كذلك يكون عندنا شركة مع الرب. قديش مرات ما قدرنا نقرأ، ما قدرنا نصلي، هالأيام هذه صار عندنا وقت نقرأ ونصلي، نسمع ترانيم ونسمع وعظ. رب يحول أشياء للخير. يمكن البعض بيفكر إنه عدم وجودنا بالكنيسة عم يخلينا نفترق عن بعضنا، بس نحن بنعرف إنه عم نجرب قد ما فينا نكون عنا اتصالات مع بعضنا البعض، عم نجرب قد ما فينا نتواصل مع بعضنا. والرب اللي رتب انه نقدر ننقل الاجتماعات على الانترنت، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، عم بيخلي ناس كتير يعني ما كانوا عم يجوا على الكنيسة يسمعوا هالوعظات ويشاركونا بالخدمة. حتى في اشخاص برات كندا عم توصلهم بشارة من خلال الكلمة هيدي. الرب يعطينا انه اكتر واكتر نستمر بالعمل لحتى يتمجد اسمه من خلال الخدمة هيدي، ورب يبارك النفوس ورب يخلص النفوس كتيرة. نشكر الرب على بكل الأحوال. الناس بتتساءل ليش الرب سمح إنه يصير معنا هالوباء هيدا. الناس بتفكر إنه الرب نسينا. لا، الرب مش نسينا، خاصة نحن أولاده. ورب عنده لا شك هدف من كل شيء عم بيحصل بحياتنا. أنا بتذكر لما كنت صغير عمري 7 سنين، كان بي يخبرني عن الحرب الثانية، لأنه كان بالحرب بالجيش الفرنسي بالحرب. وكنت أنا أفكر أنا وصغير أنه شو هي الحرب، وياريت نمرق بحرب تعرف شو هي. وبالفعل صار عنا حرب بلبنان، حرب أهلية، وكانت حرب كتير شرسة، واضطرينا نهاجر على كندا. والرب استخدم مجيتنا على كندا حتى يعرفني على شخصه، حتى يصير ابن لإله. وأنا بصلي إنه كل واحد منا يختبر خلاص الرب، خاصة الأشخاص بعد ما اختبروا، يختبر خلاص الرب بهالظروف هيدي، ونعرف إنه ما عنا ملجأ غيره هو وحده، وإنه إذا كان بدنا نكون عنا حياة أبدية، الطريقة الوحيدة إنه نصل على طريق حياة أبدية هي من خلال شخص ابنه الوحيد اللي مات على الصليب من أجلنا. رب باركون يا أحبة، خلينا نصلي حتى رب يبارك الكلمة لنفوسنا ويتمجد من خلال كل شيء بيجرى بهالاجتماع. إلهي القدوس، نشكرك من أجل الفرصة الجديدة اعطيتنا إياها، هنأتي إلى محضرك يا رب نكون مجتمعين حول شخصك. نشكرك من أجل الفرص ما اعطينا إياها أن نعبدك فيها رغم أنه بعض إحنا بعيد عن بعضنا البعض. نصلي إليك يا ربي أن تبارك يا رب اجتماعنا، كل ما بيجرى فيه من صلوات وترانيم وكلمة الوعظ. صلي من أجل عبدك يا ربي أنك أنت تخفيني ورا صليبك، تعطيني كلام من عندك يا رب، وتلمس القلوب جميعا يا ربي، وتتمجد من خلال كل شيء بيجرى بهالاجتماع. باسم الرب يسوع نسألك، لك المجد للأبد. هل صار لنا فرصة نتشارك مع الأخ فادي سرنوك بالترانيم؟ أمين. صباح الخير يا أحبة، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية حتى نعبد الرب مع بعضنا البعض بالتسبيح وتكريم اسمه المبارك.
بتعرفوا كلمة الرب لنا إنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. له كل المجد. رح نرنم أول ترنيمية اللي بتقول يلي سلام النفس في قربك، راحت قلبي معاك حدوم باقي للأبد، لأنه هو سيدي هو مخلصي. وإن بصيت وإن نظرت للعالم لحظة يحزن قلبي طول اليوم، ربي كفاية حبك ليا إني أعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك. يلي سلام النفس في قربك، راحت قلبي معاك هدوم، وانبصت للعالم لحظة يحزن قلبي طول اليوم، ربي كفاية حبك ليا إني أعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك، ربي كفاية حبك ليا إني أعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك، كل ضيقاتي أنت عارفها عندك ربي ليها حلول، وإن طولت عليا جوابك كفي يا ربي مش هيزول، حبي كفاية حبك ليا إني أعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك، ربي كفاية حبك ليا إني أعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك، أفرح بيك أنا مهما يكون، مهما قابلت ألم وشجون، واثق منك انت خلاصي نصري وفرحي فيك مضمون، ربي كفاية حبك ليا اني اعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك، ربي كفاية حبك ليا إني أعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم ساكب طيب النفس لديك. بتقلنا كلمة الرب بهذا بيّن الله محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. هاي الترنيمة العدد الثالث بتذكرنا أنه لازم نفتح قلوبنا للرب اللي حبنا واللي مات من أجلنا على الصليب. قلت هل تفتح لنا قلبك لمن أحب أولا، تعطيه أغلى ملكة، تهديه عمرا كاملا، نظير ذا الحب الذي من أجلك ذاق الرداء أي الموت، له كل المجد. كلنا سوا. حب عظيم قد سما عن كل حب في الورى، أحب فادينا العالي محققا كل المنى، حب عظيم قد سما عن كل حب في الورى، أحب فادينا العالي محققا كل المنى، من فرط حبه لنا عنا صليبه اعتلى، من فرط حبه لنا عنا صليبه اعتلى، حب عجيب قد علا إلى حدود داعية، أسرى الردى جميعهم بلطفه مناديا، حب عجيب قد علا إلى حدود داعية،
أسرار ده جميعهم بلطفه مناديا، بدلت بالحب دمي، ما رد حبي يا ترى، بدلت بالحب دمي، ما رد حبي يا ترى، هل تفتحن قلبك لمن أحب أولا، تعطيه أغلى ما لك، تهديه عمرا كاملا، هل تفتحن قلبك لمن أحب أولا، تعطيه أغلى ما لك، تهديه عمرا كاملا، ناظر ذا الحب الذي من أجلك تفرد، ناظر ذا الحب الذي من أجلك غفرت. Bye.
تبع عبرتنا بالترنيمة أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها، رنم من كل قلبك وتذكر عمل الرب وجوده في حياتك. أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها، أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قديرة، لا يعسر عليك أمر، لا يعسر عليك أمر، إله قادر في المشورة أنت الحكيم، لا 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 يعسر عليك، لا يعسر عليك أمر. كمان مرة، أيها السيد أنت قد صنعت السماوات والأرض وما فيها، أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قادرة، لا يعسر عليك أمر، لا يعسر عليك أمر، إله قادر في المشورة أنت الحكيم، لا 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 يعسر عليك، لا يعسر عليك أمر. أمين. خلينا نحن نقصنا بكلمة صلاة. إلهنا الصالح، كم نشكرك، كم نشكرك لأنك إله قريب من الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق. كتاب بيقول كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات والأرض. إلك المجد، إلك الشكر إلهنا الصالح، نشكرك لأجل هذا الصباح. نصلي حتى تعطينا نعمة حتى نعبدك من كل قلوبنا، حتى نسمع صوتك يا ربي تلمس قلوبنا وتغيرنا وتجعلنا يا رب نشطين في حقلك وأيضا طائعين لكلمتك. إلهنا الصالح، بارك كلمتك علينا، أعطينا نعمة واجمعنا من حولك في هذه الساعة. نريد أن تكلمنا، نريد أن تقدسنا، نريد يا رب أن تعطينا نعمة حتى نمجدك في حياتنا. بارك أحبائي جميعا في بيوتهم عم يعبدوا، نصلي حتى يا رب تلمس كل قلب وخاصة كل شخص ما اختبرك بعد كمخلص شخصي لحياته. أرجوك باسم يسوع تدخل لقلوب هالناس وتغير يا رب، وتجعل حياة جديدة في قلوبهم، وتجعلها تحولها من قلوب صخرية إلى قلوب لحمية. نقدم لك كل شكر وإكرام باسم ربنا يسوع إلى أبر الدهور. آمين. الرب معكم يا أحبة. قراءتنا اليوم من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الأصحاح 15 من عدد 1 للعدد 15. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل الأجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي، فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون. آمين. موضوعنا اليوم عن القيامة.
يمكن البعض يقول لي حبيب ليش بدك تحكي عن القيامة؟ ما صار لنا حوالي شهر عيدنا القيامة. أنا برأيي إنه كل يوم لازم نعيد القيامة. أنا بعتقد إنه يلي ما بيؤمنوا بالقيامة بيعطوه أهمية أكثر منا نحن المؤمنين. يمكن نعطي أهمية أكثر لعيد الميلاد، نعمل شجرة ميلاد، نعمل هدايا، بنعيد بعضنا. القيامة نختصرها لنهار واحد، لعيد واحد. لكن أعداء الإيمان بدون يحاربوا القيامة قد ما فيهم. ونحن بنعرف إنه رب يسوع بموته على الصليب وقيامته أعطينا حياة أبدية، وهيدا أساس إيماننا. بعض بيفكر إنه إذا كان حاربوا قيامة الرب يسوع بيحاربوا الدين المسيحي، وهذا بالفعل إذا كان الإيمان قيامة ما حصلت معناتها نحن كمسيحيين ما عندنا شيء نؤمن فيه. من أول يوم حصلت قيامة الرب يسوع حاولوا اليهود ينكروا هالقيامة هاي. لما اجوا لعندهم العسكر الحراس تبع القبر وقالوا لهم انه القبر فارغ وان الحجر مدحرج عن الباب، اجتمعوا مع بعضهم وتحاوروا مع بعضهم وقالوا لهم للعسكر هدول خدوا فضة واسكتوا وروحوا قولوا انه انتوا نايمين اجوا تلاميذه وسرقوا جسد الرب يسوع. واذا كان الوالي قال لكم شيء نحن مندافع عنكم. وهي الفكرة، فكرة سرقة الجسد الرب يسوع بعد على اليوم عم تتداول، وبعد على اليوم بيحاربوا فيها إيماننا المسيحي. نحن نعرف إنه إذا كان الرب يسوع ما قام من الأموات إيماننا باطل. نحن نعرف إنه إذا كان الرب يسوع جسده أخذوه تلاميذ وراحوا خبوه شي مطرح إنه هالقيامة ما حصلت، وإنه هالتلاميذ اللي كانوا عم يبشروا بالرب يسوع بقيامته كانوا عم يبشروا بإيمان باطل ما له معنى. بس أنا بتساءل إنه كيف هالتلاميذ هيدول كانوا مستعدين إنه يموتوا وإنه يتعذبوا إنه ينسجنوا بسبب هالبشارة اللي عم بيعملوها واللي هي مبنية على كذبة. مين منا ومين أي إنسان بالعالم مستعد إنه يموت من أجل كذبة؟ البشارة انتشرت كل أنحاء العالم المعروفة ذاك الوقت، وكانوا الناس مستعدة تستشهد وتموت من أجل هالبشارة هيدي. حتى قبل ما يموت الرب يسوع ويقوم في اليوم الثالث كان في مقاومة للقيامة. الصدوقيين اجوا للرب يسوع يجربوه، وعطوه مثل امرأة زوجت من واحد وما جاب ولاد ومات الشخص هيدا، ورجعت المرأة تجوزت 7 اخواته وما جابوا ولاد، وقالوا له مين بتكون هالمرأة بالآخرة؟ قال لهم انتم ما بتعرفوا انه بالآخرة لا يزوجونا ولا يتزوجون. بعدة طرق بتحاول الناس تنكر القيامة. لما كان رسول بولس بأتينا عم يبشر بشوارع أتينا شافوه الفلاسفة وأخذوه على أريوس باغوس، سمعوه عم بيحكي عن قيامة الأموات. قال لما سمعوه عم بيحكي عن قيامة الأموات قال صار البعض يضحكوا عليه يستهزئون به. ما حدا بده يصدق فكرة القيامة، لأنه القيامة موضوع كتير مهم بالنسبة نحنا ولإيماننا وبالنسبة للرب. لأنه لو ما كان في قيامة ما كان في ضرورة الرب يسوع يجي على الأرض ويموت على الصليب. حتى بقيامنا هيدي بنلاحظ إنه بعدهم الناس بتحارب القيامة. سنة 2015 جريدة نيويورك تايمز نشرت خبر عن بعض الأشخاص اللي لقوا صندوقين، واحد لقوا سنة 1970 واحد لقوا سنة 1980، وهالصندوقين لقوا في عظام ونسبوا هدول العظام ليعقوب أخو الرب وللرب نفسه. لكن تحقيقات بعدين برهنت إنه هال
الاشياء اللي عم بيقولوها مش مزبوطة، وانه هالكتابات المكتوبة كانت مش للرب يسوع ولا لخيو يعقوب، انه كمان بهداك الوقت كان في كتير اشخاص بيسموا هالاسماء هايدي، يعقوب ويوسف ويشوع. سنة 2007 كذلك في قناة ديسكوفري، بعض منا بيعرفها، عملت تقرير نشرته عندها بسنة 2007 وسمته قبر يسوع المفقود، قبر يسوع المفقود، وبرهنت فيه، جربت برهن فيه انه رب يسوع ما قام، انه رب يسوع مخبى بقبر ما بنعرف وين. كل الديانات وكل المعتقدات كل الملحدين بيحاربونا بالقيامة، لأنه بيعرفوا إنه القيامة هي أساس إيماننا المسيحي. بس القيامة مش بس حصلت هيك بالصدفة، القيامة كان محضر لها من العهد القديم والأنبياء حكوا فيها. مزمور 16:10 بيقلنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. هيدا عن رب يسوع، لن يترك الآب ابنه يرى فسادا. رسول بولس بكورنثوس الأولى 15 مقطع لإرائيلك فؤاد بيقول: فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. جوش ماكدوغل مفسر كبير الإنجيل عصرنا هيدا كتب، قال: كل ما عمله الرب يسوع بحياته بموته مرتبطين بأمر واحد، هو القيامة. قيامة الرب يسوع هي في صلب الإيمان المسيحي. رغم أن القيامة وعملية الصلب حادثين تاريخيين مهمين، لكن الإيمان بالقيامة يتطلب إيمان أقوى من الصلب، لأن أي إمكان بيقدر يعدموه، لكن أن حدا يقوم يقيم نفسه من الأموات هيدا لم يحدث قبلا ولم يحصل فيما بعد. كده المقدس بيذكر عن القيامة بعدة أماكن، وفي شهود عيان لإله للرب يسوع بعد ما قام، لكن الأمر بيرجع لكل واحد منا، لاختيارنا الشخصي، اختيارك لك واختياري أنا واختيارك أنت، هل نؤمن بقيامة الرب يسوع أم لا؟ وهيدا لب الموضوع. الرب يسوع أقام عدة أشخاص من الأموات، وأنا رح أذكر ثلاثة منهم. أول واحد هو ابن امرأة نايم، مذكورة بلوقا 7. بيجي الرب يسوع بيتقدم من النعش وبينمسوا بيقافوا اللي حاملينه، وبيقول له الرب يسوع للشاب: أيها الشاب لك أقول قم، والشاب بيقوم بيرجع بيعيش. تاني مشهد هو ابنة ييروس. ييروس كان رئيس مجمع، وكان يعرف انه الرب يسوع هو شخص مرسل من الله، وجا لعنده وقال له: بنتي مريضة جدا، يا ريت تيجي لعندي على البيت تشفي لي اياها. وهو عم بيقول له هيك اجوا ناس من عنده من البيت قالوا له: ما تعذب المعلم، بنتك ماتت. جاوب الرب يسوع قال له: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى، آمن فقط فهي تشفى. بالفعل راح لعندهم على البيت والرب شفاها وقومها من الموت لبنت ييروس. والحدث اللي كلنا بنعرفه هو موت لعازر. شوف هاي الواقعة بيوحنا 11 بيقولنا الكتاب: أرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض. لما سمع الشيء الرب يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. شو كان عم يقصد الرب يسوع بهالشغلة هاي؟ كان عم يقصد أنه بده يفرجي تلاميذه والعالم أنه قادر أن يقيم الأموات. تركوا لعازر 4 أيام بالقبر، كان أنت يمكن، وراح بعدين وقف قدام القبر وقال له لعازر هلما خارجا، لعازر هلما خارجا. وقام لعازر مثل ما خبرنا الكتاب
هو بعده مربوط بالأكفان. قال له الرب يسوع فكوله أكفانه وخليه يجي. الفرق بين قيامة هدول الأشخاص وقيامة الرب يسوع فرق كبير. هدول الأشخاص بعد مدة، يمكن بعد سنين طويلة، بدهم يرجعوا يموتوا، لكن الرب يسوع قام وقام وعاش إلى الأبد. الرب يسوع انتصر على الموت ويعطينا النصرة معه، ورب يسوع هو باكورة الراقدين. رسول بولس يقول عنه: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. رسول بولس بأفسس 2:6 بيقلنا: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. رب يسوع قومنا معه من الخطية، قومنا من موت الخطية، وأحيانا معه في السماويات. تصوروا، مش بس أقامنا، بدنا نسكن معه، بدنا نعيش معه في السماويات. إله المجد، لأن كل عمل الأعمال اللي عمله كرمالنا نحن. نحن بنعرف إنه كل شيء بنعمله نحن، كل شيء بنعمله على الأرض من أعمال صالحة، من كل شيء يمكن نفكر إنه هيدا بيبسط الرب، ما بيوصلنا للحياة الأبدية. الطريق الوحيد لنوصل للحياة الأبدية هو من خلال الرب يسوع، من خلال الإيمان فيه وعمله على الصليب من أجل كل واحد منا. ما تتعبوا تعملوا إيميتات، ما تتعبوا تروحوا تعملوا حج لأماكن متعددة، يخترعوا لكم إياها الناس، تفكروا إنه إذا رحتوا لها تطلعوا على السماء. لا، الرب فتح طريق وحدة للسماء. صحيح طريق ضيق، لكن المؤمنين بيمرقوا في هذا الطريق، واللي عندهم إيمان بالرب يسوع وإيمان بموته وقيامته، هيدول هي اللي رح يوصلوا على أبدية. تعرفوا حتى الرسل ما كانوا يفهموا وما فهموا على الرب يسوع، اللي من قال لهم عدة مرات إنه هو جاي لحتى يتعذب ويموت ويقوم اليوم الثالث. بلوقا 18 بيقول عن نفسه: لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويطفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. بشكل واضح عم بيقول الرب يسوع راح بتألم وراح بتعذب وراح يبزقوا علي، لكن أنا راح أقوم باليوم الثالث. مرقس 8:31: وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. عدة مرات الرب يسوع يوصف لهم الآلام والموت والقيامة. التلاميذ للأسف الشديد، التلاميذ ما تذكروا هالشيء. هيدا أنا بعتقد إنه ما تذكروا القيامة لهول عملية الصلب والعذاب اللي مرقوا فيه واللي حسوه وشاهدوه للرب يسوع. الموت والعذاب اللي مرق فيه الرب يسوع يمكن خليهم ينسوا إنه قال لهم أنا بقوم اليوم الثالث. ليه؟ رح نشوف مع بعضنا البعض 3 مشاهد من إنجيل لوقا إصحاح 24 عن كيف تعاملوا التلاميذ والرسل مع موضوع القيامة، وكيف الرب رجع صلح لهم إياها. 3 مشاهد. رح نبلش أول وحدة بالنساء يلي راحوا الصبح بكير. بقلنا الكتاب أول الفجر بأول الأسبوع راحوا النساء. عرفوا حاملين؟ حاملين حنوط، بعدهم بفكرة الدفن، بعدهم بفكرة الرب يسوع ميت، مع أنه هو هيدا النهار اللي أنه فيه الرب يسوع أنا رح أقوم. قال لهم أنا يوم الثالث رح أقوم، وهن يوم الثالث راحوا يحطوا له حنوط وحتراحوا حتى يكملوا دفنه. لما نقرأ بلوقا 24:1-5 بقلنا: ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي عددناه ومعهن أناس، كان معهم ناس غيرهم كمان،
فوجدنا الحجر مدحرجا على القبر فدخلنا ولم نجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات، قال هن محتارين في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، شوف العدد 5، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، إجوا لقوا القبر فارغ، ما دام ما يتذكروا إنه قال لهم أنا رح أقوم اليوم التالي، خافوا وكانوا منكسين وجوههم. بيوحنا 20 بيقلنا وكانت مريم واقفة عند القبر خارجا تبكي، شافت قبر فارغ صارت تبكي. بعدين لما شافت الرب يسوع قالت له إذا أنت خبيته لجسد الرب أعطيني قل لي وين أنا بروح بجيبه. نسيوا نهائيا موضوع القيامة. المشهد الثاني هو تلميذي عمواس راجعين حزنانين على بلدتهم على عمواس وماشيين بالطريق ومتشارعوا مع بعضهم. قالوا الرب يسوع شو بيكون عم تتشارعوا وانتو ماشيين عبسين؟ جاوب واحد منهم اسمه كليوباس، قال له شو انت متغرب وحدك عن اورشليم؟ ما عرفت الامور اللي صارت بهالايام؟ قال له الرب يسوع شو هي الاشياء اللي صارت؟ قالوا له المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول. شو قالوا له؟ ما قالوا له الرب يسوع مات، قالوا له يسوع الناصري إنسانا نبيا مقتدرا. قال شو كمان؟ قال أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أن هو مزمع أن يفدي إسرائيل. من شو بده يفدي إسرائيل؟ من الرومان؟ من العبودية؟ هذا كان كل أملكم؟ ولا لأنه صلب ومات رجعتوا على بيوتكم؟ رب يعطيكم، يعطينا يا أحبة أنه نحن ما نكون من تلميذي عمواس، بل نكون نحن نشهد عن قيامة الرب يسوع. المشهد الثالث إن التلميذ والرسل، تصوروا الرسل قاعدين بالعلية مسكرين البواب عليهم خايفين، بأن مرقس بإصحاح 16 وهم ينوحون ويبكون. ليش إجت مريم خبرتهم إنه رب يسوع قام؟ قال لم يصدقوا، خبرتهم إنه شافته وإنه قام ولم يصدقوا. بعدين لما رجعت كل النسوان وخبروها خبروها للتلاميذ بيقولوا 24:11 بيقولوا الكتاب فتراء كلامهن لهم كلهزيان ولم يصدقوهن. عم بيقولوا لهم انه شفناه للرب يسوع وما صدقوهم. هيدي الثلاث مشاهد للتلاميذ والرسل انه ما صدقوا قيامة الرب يسوع، ما صدقوا انه مثل ما وعدهم رح يقوم باليوم الثالث. يمكن لأنه تأثير الصلب كان كتير قاسي عليهم وما كانوا قادرين يستوعبوا أكثر فكرة القيامة. لكن بنلاحظ أنه تغير الوضع بعد ما شافوا للرب يسوع. النسوان على القبر لما شافوا الرب يسوع وتعرفوا عليه شو عنده، قال ركض وراحوا يخبروا الرسل والتلاميذ. المتى 28:8 بيقلنا فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. تأثير الملاقات مع الرب غيرت كل الوضع. الملاقات مع الرب خلتهم يروحوا يبشروا، خلتهم يروحوا يخبروا. تلميذي عمواس لما كان قاعد معهم الرب وكسر خبز وعطيهم، قال بيقلنا الكتاب انفتحت أعينهم وعرفاه، وأول ما عرفوه اختفى عنهم. شو عملوا هن؟ قال حملوا حالهم ورجعوا بسرعة على أورشليم يخبروا التلاميذ إنه شافوا الرب. لما التقوا تلاميذ عمواس مع الرب وتعرفوا عليه وعرفوا إنه حقيقة قام من الأموات، رجعوا يخبروا.
كل واحد منا عندما يختبر خلاص الرب يسوع، عندما يختبر قيمته للرب يسوع، عنده فرح لازم يشاركه مع الآخرين. وهيك اللي صار مع النساء ومع تلميذي عمواس. ليش ما تعرفوا الناس أول شيء على الرب؟ أنا بعتقد إنه لأنه الجسد اللي كان فيه الرب يسوع مختلف عن جسد اللي مات فيه. رسول بولس بكورنثوس الأولى 15-40 بيقولنا وأجسام سماوية وأجسام أرضية، مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات آخر، بس لما حكيه هون الرب وتفاعل معهم تعرفوا عليه. أنا بعرف إنه نحن منتظرين الرجاء هيدا إنه نتغير بلمحة بصر لما عند البوق الأخير، ونتغير بأجساد سماوية ونصير مع الرب كل حين. يمكن هني ما آمنوا لأنه كانوا خايفين من قصة الموت، لكن آمنوا لما رأوا بالعيان. وأنا بعرف إنه كل واحد منا إذا كان طلب الرب وقال له يا رب بدي أشوفك بالإيمان، يا رب أنا بدي أتعرف عليك، الرب قادر يفرجينا نفسه وقادر يفرجينا على خلاصه. بس السؤال، هل أنا أريد، هل أنت تريد، هل أنت تريدي أن تعرفي تتعرفي على يسوع المقام، أن تعرفي كمؤمن فيه كفادي وكمخلص؟ في حادثة صارت بهالوقت هيدي مع توما لما إجا ظهر أول مرة الرب يسوع للتلاميذ بالعلية. توما ما كان معهم، لما إجا توما لعنده وخبروه إنه شافوا الرب يسوع، قال له أنا ما بصدق، إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. بعد 8 أيام إجا الرب يسوع قال له هاتي أصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. ما قال له الرب لتوما إذا ما شفتني ما أمنت خليك هيك مش مؤمن، لا، الرب بده كل واحد منا يؤمن، ورب مستعد يجي عند كل واحد ويتعامل معه معاملة خاصة حتى يؤمن. بس أساس إنه نحنا نطلب إنه نتعرف على الرب. الرب ما رح يجي يدق على بابنا إذا كنا نحنا ما بدنا مستعدين نستقبله. الرب إذا كان نحنا مستعدين وعنا شوق إن نتعرف عليه، بيجي بيعرفنا على شخصه مثل ما عن معتومة وفرج جروحاته. قال له الآن تؤمن. بس تعرف شو قال له الرب؟ قال له أنت آمنت يا توما لأنك رأيت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. بتيموثاوس الأولى 2-4 بيقلنا رسول بولس أن الرب يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الرب بده إيانا كلنا نآمن، بس الموضوع بيرجع لنا لإلنا شخصيا، هل عنا الإرادة إن نآمن؟ هل إلنا عنا الإرادة نتعرف على إله المقام للأموات مخلصنا؟ وهذا السؤال بطرح على كل واحد منا، هل نحن نريد أن نعرف الرب يسوع؟ تعرف شو عمل الرب يسوع من بعد ما تعرف عليه التلاميذ وقعد معهم حكيهم؟ بقلنا شوفوا، بقلنا التلاميذ بلوقا 24-33 انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. كانوا فاكرين روح واقف بيناتهم، قال لهم دسوني، أنا قايم بيناتكم، أنا حي بيناتكم. بعدين بيقول لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. كل واحد منا بس يتعرف على الرب يسوع ويدخل الفرح الكبير بقلبه، لابد أنه يشارك الآخرين بهالفرح يلي حصل عليه، لابد أنه يشارك الآخرين بالخلاص والرجاء
الذي عنا إياه الرب يسوع. نحن أعطينا الرب يسوع حياة أبدية، ما طلب منا شيء بالمقابل، قالنا بس روحوا خبروا، خلينا نخبر اللي قراب علينا واللي بعيد عنا، خلينا نبلش بأهل بيتنا وجيراننا وأحبائنا، خلي يعرفوا الكل عن قيامة الرب يسوع وعن خلاصه العجيب. كل إيماننا المسيحي مبني على موقفنا من القيامة. رسول بولس لخصها بآيتين بكورنثوس الأولى 15، فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. إذا ما في قيامة عن شو من الأمين؟ إذا ما في قيامة إيماننا باطل. في قيامة، الرب يسوع قام، نحن نؤمن إنه قام، وعدنا إنه يعطينا حياة أبدية معه، إنه يقيمنا من موت الخطية. أخيرا سؤالي لكل واحد منا، سؤالي لي شخصيا، شو هي الحياة؟ هاي حياة اللي عم عيشها شو هي؟ رسول يعقوب يجاوبنا بأن أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضحل. نحن بخار، نحن منعيش كذا سنة على الأرض وبس نموت، يمكن أهلنا بيتذكرونا سنة وسنتين وثلاثة، لكن بعدين نحن بخار، اكتفينا، نحن ما عندنا رجاء بهاي الحياة. هاي رسول بولس بيقولنا إن كان لنا رجاء فقط في هذه الحياة بالرب يسوع فنحن أشقى جميع الناس. رسول بولس بأفسس 1:21 بيقولنا لأن لي الحياة هي المسيح، حياتي هي المسيح والموت هو ربح. مين بيقول إنه الموت ربح؟ إلا اللي بيؤمن بالرب يسوع. الموت هو انتقال من حياة الفاني هون إلى الحياة الأبدية مع الرب يسوع. ساعتها فينا نقول الموت هو ربح. ورب يبارككم، ورب يعطينا إنه ضلنا نتذكر إنه قيامة الرب يسوع هي أساس إيماننا المسيحي. أمين. يا ليت الرب يكون كلم قلوبنا ولمسنا بلمسة خاصة في هذا اليوم، خاصة الأشخاص اللي بعد ما اختبروا محبة المسيح. اتذكر خيي أو أختي إنه رب يسوع سار كل درب الجلجثة حتى الصليب كرمالي وكرمالك، حتى يخلصنا، حتى يرفعنا، حتى يحيينا، حتى يجعلنا من أهل بيته. بتقول الترنيمة الأخيرة رح ما نختم اجتماعنا، عبر وادي الدموع صار رب يسوع يرزح تحت حمل رهيب، من صليب ثقيل شبه عبد ذليل قاس حزنا وعارا مشين. وين وصل كل هالأمر هيدا؟ حتى الموت والقبر. ولكن نشكر الله لم يكن ممكن أن يمسك منه، أن الموت ما قدر مسك الرب يسوع المسيح، لأنه داس بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. رني من كل قلبك وتذكر وحط بمخيلتك كيف الرب كان عم يقود يمشي كل هالطريق هيدي لحتى يوصل للصليب، لحتى يفدينا ويخلصنا من خطايانا. له كل المجد. عبر وادي الدموع صار ربي يسوع يرزح تحت حمل رهيب، من صليب ثقيل شبه عبد دليل قاس حزنا وعارا مشيل. ذاق عني الهوان كي أنال الضمان في طريقي إليه، لكي لا أضيع مثل نبع مياه فضلي بالحياة. عبر وادي الدموع، عبر وادي الدموع ذاب مثل شموع قلبه من عناء الشرور، صار قد كمل عنك كل العمل، أنت لي قبل كون الدهور.
فوق كفي نقشت عند ذاك دهشت وهرعت سريعا له بخشوع ذاكرا حبه طالبا صفحه عبر وادي الدموع عبر وادي الدموع ربي يدعو الجميع أقبلوا كي تنالوا الفداء قد تناهى الظلام قد حملت الأثام عنكم قد أراقت الدماء عندي يحلو الجلوس تطمئن النفوس فهلموا ورائي لأسمى الربوع وادعوا كل الخطى كي ينالوا الحياة عبر وادي الدموع كمان مرة تانية العدد الثالث وتأمل بالكلمات ويا ريت تكون عم تلمس قلبك وتغيرك وترجعك لعند المسيح المخلص لنفسك ولحياتك عبر وادي الدموع ربي يدعو الجميع أقبلوا كي تنالوا الفداء قد تناهى الظلام قد حملت الأثام عنكم قد أراقت الدماء عندي يحلو الجلوس تطمئن النفوس فهلموا ورائي لأسمى الربوع وادعوا كل الخطى كي ينالوا الحياة عبر وادي الدموع نقدم إلهنا كل المجد وكل الإكرام نتمنى لكم أسبوع موفق أسبوع مبارك أسبوع تحت جناحين المسيح وله كل المجد إلى أبد الدهور آمين